تكلمنا فيما قبل عن الأسباب التي دفعتك إلى اتهام المنظومة الصحية بأنها برمجت الإفلاس. نكمل في هذا السياق. عندما رأيت التغيرات رودني الشك، وخصوصا أنني كنت في كلية الطب، في كلية الحقوق عفوا، كان في واحد الأستاذ يقول لنا عندما ترون الجرائد الرسمية كون بوفيري لو ريون نتاع لي جورنو اوفيسيال سالونج سيت ان انديكاتور دو ديستابيليزاسيون، سيت اون ديستابيليزاسيون دو بيي، يعني عدم استقرار البلد. الوغ كي تولي يكثروا لي جيو، سيتادير يكثروا القوانين، تكثر القوانين. وحنا كانت عندنا قوانين كثيرة ولكن لا تطبق ولا تنفذ، والشيء الثاني اللي لاحظته في المنظومة الصحية أنه حتى ولو نبهت يعني المسؤولين عن شيء يفعلون العكس، كان فيه تسيب لا نظير له. نعطيك على سبيل المثال، في 98 المديرية العامة لا ديريكسيون دو لا بريفونسيون جينيرال، المديرية العامة للوقاية بوزارة المديرية الفرعية